هو المواطن والمواطن معانا عليكم. قبل النخوة معه فيكم، عليكم عيب عليكم. قبل النخوة معه فيكم، عيب 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 عليكم عيب عليكم. الصحراويات الحرات وأرض الآباء والإخوان والشباب واقفين وقفة رجل واحد بانضباط وبحزم وبهمة، ويوجهوا رسائل من العالم على أن أرض الصحراويين والصحراويات ما يجد مستثمر لكريم ولا مخزني ولا كيف ما كان نمو يقلع أرض الآباء والأجداد، وعلى المرأة مستعدين يطلعوا السقف يمشوا لأي جهة يطلقوا جميع الابواب المنظمات العالميه والدوليه لرفع الظلم والقبر على المدن. قالوا حق ولا بداية؟ حق. هذا من جهه، الجهه الثانيه ندوا بهذا التعسف والتدخل الجائر من بعد عضو التنسيق الصحراوي للمدينه ثلاث، الاخ الشيخ محمد فاضل، الهجمه الشرسه اللي خلقت على داره والتهمات ما تنسكين سخرته عياله وهذا الكلام، لا لشيء سوى لكونه يناظر من اجل رفع الظلم والقبر على اهله الصحراويين. يا اخوتي راه ما في احد قاعد يتكلم، يا عباد الله والناس راهو لا الحمد لله ما عندهم مرتجين، الناس راهي محاصره، الناس راهي ما خرج شي ما تسد فيه، الناس هذا راهو مخطط الى الهويه، الى الهويه، ما نكون سيسوا هذه الامور غير فرض علينا، الى المناحف والذرارع والخلط اللي يعد من رجل موريتان، فرضت عليهم رسوم كبيره وكبيره جدا باش ما تلبس صحراويه الملحفه، وباش صحراويه يلبس الدرع ويلبس القندوره، والخيمه منوعه علينا منع الكل ينبنوها. يا عباد الله ان هذا اللهم وان هذا منكر، انا جينا هون تحب لي عباء الصفراء باش نوقف معاكم وباش نساندكم حتى احنا ونبلغ لكم السلام هانيكم في التنسيق يا صحراوي ديال الثلاث، وكل صحراوي صحراوي حر حر في هذا العالم، نتمنى منه على اليوم وقفه راجل واحد وقفه مره واحده، وراكم اذا ما دافعتوا على ارضكم وارضكم راه ما بقى لكم ما يعدل الهنود الخضر مازال الهنود الخضر كاع موخر عين منشور شوي وجابرين شمس خيرات، وتوفوا كلنا صحراويين وكلنا صف واحد وسد منيع امام المجرمين اللي يبيعوا لنا كرام الباطله واجدادنا، والسلام عليكم وشكرا مره اخرى لجميع المناظرين. تحيه للدارين وكل المناظرين، تحيه نضاليه لكل 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 المناظرين، تحيه نضاليه تحية نضالية لكل المحاضرين، تحية نضالية لكل المحاضرين، تحية نضالية لكل المحاضرين، تحية نضالية. كلمة واحدة من المهجر أرض الصحراء خط أحمر، كلمة واحدة من المهجر أرض الصحراء خط أحمر، كلمة واحدة من المهجر أرض الصحراء خط أحمر، كلمة واحدة من المهجر أرض الصحراء طالما تخبغت الدولة المغربية مشاعرنا بوهم ما اسمه التنمية طوال عقود من الزمن، ولطالما روجت الدولة المغربية على أنها تنفق ميزانيات ضخمة على أراضي الصحراوية، وعلى أن هذه الأراضي ما هي إلا عبء على الدولة المغربية، نقول أننا لسنا عبء على أحد، وأننا أن أرضنا هي خط أحمر بالخط العريض. الآن كلمة باسم اللجنة المنظمة والمشرفة على الحدث.
بداية لا بد إلا أن نحيي أهالينا في كل النقط الحدودية المرابطين في تلك الأراضي، لا لشيء إلا أن يؤكدوا للعالم، أن يؤكدوا إلى كل من تسول له نفسه أن يغتصب هذه الأراضي أو يتطاول على ملاكها الرسميين، أن هذه الأراضي خط أحمر وأن لها رجال ونساء على امتداد الجغرافية في العالم كامل بكامله مستعدون أن يناهلوا بخطوات تصعيدية ونسطر تحت تصعيدية، يعني على جميع المستويات لا سواء القانونية ولا الحقوقية. فليعرف أهلنا هنا بتلك الأراضي على أنه إذا استنفذوا كل الإجراءات القانونية والإدارية فإننا نحن هنا مستعدين إلى أن نساعد من هذه الإجراءات، لأن هناك ما يسمى بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والذي يحصن حق سكان الأرض الأصليين في يعني الحفاظ على أراضيهم والحق في يعني استحضارهم في أي مكان. عازمون على التصعيد، كلنا ضد التحفيظ، 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 كلنا ضد التحفيظ. نؤكد لهم على أنه هناك قانون يسمى القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحفظ حقوقهم كسكان أصليين لهذه الأراضي، وبالتالي لا يمكن أبدا للدولة المغربية أن يعني تهضم هذا الحق، وحتى إذا لجأت مستقبلا إلى قمع هذا الحراك وانتهجت أساليب قمعية من أجل يعني كسر شوكة أبان الأجلاء أهالينا بكل من مزيريكا، المحبس، البويرات، راس منيل، الداخلة، قليمين، كل هذه المناطق هي خط أحمر ولا يمكن استغلالها إلا بإشارة أو باستشارة أهلها. ولهذا فإننا نؤكد على مفهوم أساسي في هذه المعركة، فعندما نستحضر في هذه المعركة مفهوم القبيلة فنحن لا نستحضره من منطلع العنصرية المقيتة أو الشوفينية أو غير ذلك، ولكن نستحضر مفهوم القبيلة باعتباره مفهوم أساسي في النسيج المجتمعي الصحراوي. يعني القبيلة هي شكل من أشكال التنظيم المجتمعي بالصحراء على امتداد سنين طويلة، وبالتالي هذه الأشكال التي تنظم باسم قبيلة أو غيرها أو قبائل ما هو يعني إلا جمع لمكونات هذه المنطقة والمعروفين بها بالصحراء. أهالينا في الإمكان أهالينا في الإمكان أهالينا في كل مكان، أهالينا في كل مكان، أهالينا في كل مكان، أهالينا في كل مكان. وبالتالي فإن هذا المفهوم هو جزء أساسي كما قلنا في النسيج المجتمعي الصحراوي، يعني حقيقة ثابتة لا يمكن القفز عليها، ولكن يمكن التعامل معها واستثمارها من أجل يعني التصدي لكل محاولات الترامي على أراضي المنطقة أو على أراضي السكان الأصليين لهذه المناطق. لذلك من هذا المنبر فإننا نحيي كل أبناء وكل أهالي بهذه المناطق، بدءا من المحبس إلى آخر نقطة الأراضي التي توجد في الداخل. كل هذه القبائل لها الحق في أن تترافع عن هذا الحق وبكل الأساليب المشروعة ووفق الأيديولوجيات المتاحة. نحن هنا كما قلناها سابقا ونقولها اليوم وسنقولها غدا، لنا عدة أيديولوجيات، عدة أفكار، لكن الجامع لنا والذي يجمعنا هو الأرض وهو هذا المصير المشترك
الذي يقترب ولم نستطع أن نفهم هذا الأمر الذي ينتظر سكان هذه الأرض. لذلك لا بد من الاتحاد، لا بد من التوافق وترك كل الخلافات السياسية والإيديولوجيات والاتحاد في معركة الأرض والتي بالوحدة والصمود من غير بالوحدة والصمود من غير بالوحدة والصمود بالوحدة والصمود بالوحدة والصمود عليه كما قلنا على أن الجهل لكل هؤلاء الأشخاص ولكل هذه القبائل هو ملف الأرض وملف الأرض. لمن لنا رسالة لمن تسول له أنفسهم الاستفراد من هذا الملف وفرض عليه يا خطة سياسي معين على أن هذا الملف ليس حكم على اتجاه معين ولكن هو حكم على سكان هذه الأراضي وسترافع عنه وستقدم كل ما لديها من أجل تحسين هذه الأرض. من هنا الانتصار انتصار الانتصار من هنا نرفع كل شارات النصر والتحالف والتقدير والإباء والإجلال والأنف إلى أهالي منطقة قلعة الصمود والاتحاد ياسر على الأشكال الراقية التي استحضروها في الدفاع عن ملفهم المشروع. لا لهم ترفع القبعة ولهم تلحم الرؤوس. ومن هنا فإننا نحييه من قلب باريس من ساحة الحرية على تلك الأشكال الراقية السرية التي تبين مدى مستوى الوعي لدى الساكنة بالمنطقة. ومن خلاله نحيي كذلك كل أبناء وكل القبائل في كل المناطق على الالتحاق بهذا الرد بهذه الأشكال الاحتجاجية لتكون غدا مقاطعة شاملة على مستوى هذه الأراضي بكامل حتى نقولها بكلمة واحدة: أراضينا خط أحمر ولن نتنازل عنها ولن نتخلى عنها. وكل من تسول له نفسه أن يترامى عليها فهذا الشكل يؤكد العكس ويؤكد على أن لها رجال ونساء وأطفال سيقفون وراء جهات الأراضي وسيرافعون عنها. حياك الله صحراوي دراع دراع صحراوي دراع دراع صحراوي دراع دراع صحراوي دراع دراع صحراوي دراع دراع. وفي الأخير لا بد من أن نحيي كل الحضور الذي تكبد على السفر من أجل تسجيل هذا الموقف. أولا هذا الموقف الإنساني النبيل الذي يعني يسعى إلى رفض هذه المخططات الاستغلالية بالمنطقة. ونبلغ رسالة إلى كل أولئك الذين يعني يحاربون هذا الحراك بكل الأشكال وبكل يعني الأساليب من أجل كبحه. لكننا نقول له على أن الفكرة لا تموت وعلى أننا طرحناها على أرض واقع ومن سيتبناها على أساس أنها فكرة صحيحة ومناسبة ولكل يعني الأحرار الذين يرفضون الهوار ويرفضون استغلال أراضيهم والتخلي عنها ودمتم في نظر صمت صحة. حياك الله.